وجاك شارلتون في ذلك الوقت كان ايضا مع المنتخب. وهذه فرصه التعادل وبالفعل بقى لسه بنحكي وبنقول الاهداف ركنيات تعددت كثيرا هنا. اللاعب روبي كين هدفه الدولي رقم 38 في اللقاء رقم 88 سجل لاول مره في مرمى منتخب مالطا في مارس 98. وادي امامنا فولن ودخول في هذه اللقطه ولكن الكره شوف حضراتكم باديه منين؟ باديه من جيفن ثم هذا الارتقاء من اللاعب فولن ثم الاقدام يعني والله كره مشتركه ما بين اللاعب روبي كين واللاعب نيول هانت اللاعب البديل لكن روبي كين